أخبارككم؟ هل إنجاز أصدقائكم؟ كم ساعة تبدأ تنشف إن شاء الله؟ تتوقع غدا دراسة نظرية في حياتكم العملية. فترة تنشف فترة تقالية، فترة نظرية في أيام الكلية، صح إنه يسموها بريكلينيكال أو كلينيكال، لكن فترة تنشف راح تغير مفاهيم عندك كثيرة عن نظرتك الحياة. يعني راح تقابل الناس وتعرف عليهم، راح تبني فيها. أتذكر أول ديستر ريدر سويت أنا كانت تنشب فزي ما قلت لكم، أول ديستر ريدر أتذكر أني سويتها during internship. كنت ER rotation والكونسلتنت عارف اني احب الارثوبيديك، فقال لي خلاص طيب ما دام انك تحب الارثوبيديك ليتس دو ات، وسويتها. فانترنشيب هي اول لبنه لك في حياتك العمليه الكلينيكيه. يعني لا توري الناس انك راح تكون افهم منهم. مو انت اول انترن تمر على الكونسلتنت هذا ولا سين ريجسترار هذا ولا ريزيدنت هذا. يعني أمس كنت قاعد مع بعض الشباب، كم واحد منهم شيف ريزيدنت في كم مستشفى، فيشتكون بعض الانتين، لكن الحمد لله سمعة حقين الإمام كويسين، يعني في العسكري وفي الحرس وفي الجامعي، لا الجامعي ما تروحون، لكن في العسكري وفي الحرس سمعة حقين الإمام لا زالت كويسة، فحافظوا عليها. يعني دفعة شباب دكتور الجنيدل ولا يعني حافظوا على هذا الشيء، فإن شاء الله أنتم تجون وتكملوا هالمسيرة. الحمد لله يعني أغلب الخريجين اللي عندنا زي ما شفتوا في الخطاب الموجه من إدارة الهيئة السعودية لعميد الكلية أنهم ينقبلوا في التخصصات اللي يبغوها، وحتى ينقبلوا في as fair choice. أعرف من زملائي في جامعة الملك سعود الانتين حقينهم بعضهم ما انقبلوا في مثلا الديرما، الحمد لله عندنا مثلا الدكتوره شو اسمها هي رهفي انقبلت في الديرما في الرياض. واحد من زميل لاخوي في جامعه سعود عنده ببليكيشن في لانست وكل شيء. لانست تعتبر من اعظم الجورنالز الموجوده، ما انقبل از سكند تشويس في جده ديرما. ف إذا بديت انترنشيب وانت مخطط تخطيط جيد راح تمشي الانترنشيب سموثلي. إذا متخبط راح تكون في صعوبة عندك وبيجيك ديبريشن ديورينج انترنشيب. فأفضل شيء الآن عندكم تقريبا الحين زي ما قال الشباب إنه عندكم شهر بين الانترنشيب والاختبارات، فأنصحكم نصيحة إنكم تبدوا ترتبوا أوراقكم، تبدوا تجهزوا نفسكم، لا تشوفوا ايش النواقص اللي عندكم. يعني اليوم راح يتكلم دكتور فادي عن موضوع القبول في الهيئة والشروط والنقاط اللي يحتاجها، فلازم تحاولوا انكم تعبوها. ايامنا كان في اسلي، ما كان اسمه اسلي، ما كان في دنتس، ما كان عنده اختبار فكان يسموه اسلي. وكان اول سنه اول ناس احنا طبقوا على نظام الكمبيوتر، فكان اختبار جدا صعب. اللي يجيب في الثمانينات يعني 81 هذا يعتبر رهيب جدا. لكن بعدها بدأت الأسئلة، يعني الأسئلة تسهل أو إنه مثلاً صار في تجميع الأسئلة، وهذا اللي فهمت إنه في يعني تجميع الأسئلة. وأنصحكم إنكم تسوونه، لا تسوي نفسك فاهم والله بروح أقرأ ستيب أب ولا بروح أقرأ تون نوت ولا هذا. وبتكلم على هذا دكتور جنيدل بشكل موسع، يعني أفضل مني كثير. هدفك أنت الآن في الانترنشيب إنك تجيب أعلى درجات عشان تنقبل في الهيئة. يعني مثلاً هذا الاكسبتنس كرايتيريا، الجي بي اي عليه 30%، السي في ولا النقاط عليه 20%، الاسم اللي عليه 50%، الجي بي اي اوريدي خلاص. يعني انت باقي لك اخر روتيشن ما حتاثر كثير الا اذا كان مثلا معدلك عالي. حتى لو كان معدلك عالي وجبت العيد ما حتاثر كثير، لكن لو معدلك في الوسط وجبت العيد راح تاثر كثير. فالجي بي اي خلاص فورجيت اباوت ات، انت قاعد تلعب الحين في 70%. ايش هذا يفيدك؟ يعني شايف الحين هذا اكزامبل، في واحد دكتور اكس ودكتور واي،
دكتور اكس his GPA is 4.6. دكتور واي his GPA is 3.9. ممكن تصير لأي واحد مننا. السي في دكتور اكس for one of reason because he's nerd خلاص وكان يذاكر كثير وكل شيء وا ما كان يشارك في الأنشطة، ما كان يهتم بالريسيرش whatever. He score 14. دكتور واي he score 18. عنده مشكلة في سالفة الست شهور هذه حقت إنه الخبرة ولا قدر يجيب 18. السنة الماضية المعدل كان 16 في جامعة الإمام، أتذكر كان 16 أو 14. دقيقة، معدل حقين جامعة الإمام 15.5، حقين الكليات الثانية 13 يعني بشكل عام في التقديم. ف you can score more if you focus on your CV وتعرف وين الثغرات اللي موجودة بحيث إنك تحاول إنك تعبيها during internship. يعني عندك تقريبا 9 شهور ومع الشهر هذا الزيادة عندك 10 شهور يمديك يعني انك تعوض بعض النقصان اللي عندك في السي في. مثلا research publication زي ما قلت واحد من الزملاء انه حاول انك تشتغل مع احد له عنده اهتمام في research during residency during internship. هما طالبين 2 research، واحد منهم يكون ببلش والثاني يكون في التخصص اللي انت انك تدخله. فاذا ما جبت اللي ببلش على الاقل جيب الثاني، شو سم موتيفيشن عشان اللي قدامك يهتم. انا اتكلم عن الهيئه الحين، ما تكلمت على سبونسرشيب. سبونسرشيب سالفه ثانيه. فنرجع اللي هنا اكس واي اسم اللي اكس مره ثانيه نيز راح اقرا من ستيب اب وراح اقرا من الاشياء هذه وما اهتم بالكومن كويستشنز وجاب 84، لكن واي جاب 88، فرق 4 درجات. لكن شوف كيف تاثيرها في المعدل النهائي، لانك هذه بتضربها في كم؟ تضربها في 20 عشان تصير من 100، بعدين تضربها او تقسمها على 30 تضربها في 100. عموما هذا المحصله النهائيه، فرق اقل من درجتين. تخيل انه كلهم يقدموا على تخصص مثلا اوفثا، ولا اوفثا ما يقولوا شيء زي كذا، درجاتهم اعلى من كذا بكثير، لكن خلينا نقول اورثو اوكي تخصصي، ولا اي ان تي، مين بيقبله؟ 85. they don't care about your GPA. they care about the total number، المحصله النهائيه. ادري انه هذا يحط ضغط عليك نفسي كثير، لكن هذا الواقع. إذا ما تحاول تفكر بالطريقة هذه ما راح بتقول خلاص أنا معدلي والله 4 ولا 3 و3.75 ولا هذا، لكن يمديك تعوض، ما زال عندك فسحة من الوقت إنك تعوض. شد على حيلك وذاكر الاسم الإي، عندك 3 مرات في السنة الميلادية يمديك تذاكره. يعني الحين أنت إلى نهاية السنة الميلادية 3 مرات، والسنة الجاية كمان 3 مرات. تغير النظام هذا السهل كله. طيب احنا ايامنا كان 3 مرات في السنه الميلاديه، فعندك 3 مرات. 3 مرات تعتبر يعني اول مره تدخل تقول والله بجرب، او بس لا تدخل بجرب الا انت مذاكر. ممكن تصل بمسألة فانك تروح ترجع ريفالويت يور سيلف وين النقاط الضعف وتحاول تعوضها. الهدف انه الاسم اللي يرتفع والسي في تحاول انك تعوضه. نجي لموضوع الأوراق. زي ما قلت لكم خلال الشهر القادم اللي بعد اختباراتكم راح جرير راح العبيكان في ملف في فولدرز يكون جوته. من كل ورقة عندك من كل شهادة صور 10 نسخ وحطها عندك. السي في حقك صور منه 10 نسخ وحطها عندك وخلها في السيارة مع الأصول، لأن ما تدري يجي يدق عليك السكرتير والله أوراقك ضاعت، تلطم ذيك الساعة. لانه صعب انه باحيان يجيك تشتغل مع احد من التيم ويقول لك والله ما تطلع اليوم، واليوم هو اخر يوم انك يو سبميت يور بيبر. فافضل شيء يستمر معك الفولدر هذا حتى بعدين، بعد ما تخلص الانترنشيب تدخل ريزيدنسي وبعدين تبدا فيلوشيب، نفس الشيء يصير عندك فولدر تكون فيه كل شيء. احسن ما تكون اوراق مشتته في كل مكان وتقعد تدور عنها وتجمعها. والاوراق المهمه هذه طبعا كان هي على كلام الهيئه، فالهيئة فيها إلكترونيك أبليكيشن وصورة من السي في و3 صور لك. طبعا
ريكومنديشن ما يحتاجوها الهيئه، لكن سبونسرشيب يحتاجوها. سبونسرشيب بتكلم عنها بعد شوي في دقيقه ولا دقيقتين. ف you should know about deadline of everything you need to do, apply to. والله تقدم على الهيئه لازم تعرف متى ديدلاين على التقديم، والتقديم الحين موحد. السبونسرشيب مثلا الاي ان تي ولا مثلا ميديسن في الهيئه في الحرس متى ينتهي الديدلاين، في الجامع متى الديدلاين، في العسكري متى الديدلاين، ويكتب عندك في جدول حطها في كالندر بحيث انك تعرف متى الديدلاين وتعرف الريكوايرمنتس حقتهم. اذا الريكوايرمنتس تعرفها بالبروشورز اللي يوزعوها او من موقعهم. هذا اتكلم عن اللوكال. سكولا لها سالفه ثانيه ونصيحه. اذا انت ناوي سكولر فوكس ان سكولر، اذا انت ناوي لوكال فوكس ان لوكال. القبول الحين صعب في كل الحالتين، في سكور واللوكال اصعب من ايامنا. انا فرق بيني وبينكم ترى كم، 7 سنوات 8 سنوات تقريبا، اصعب من ايامنا خلاص. ما كان فيه التعقيدات هذه، لكن التعقيدات هذه عشان يصير كل شيء فيرنس. صح انه في بس نقطه واحده ما فيها فيرنس، لكن ايامنا مثلا كان في انترفيو تدخل عند دكتور اشتغلت معه بيعطيك 20 من 20. عندك خلت عند دكتور ما تعرفه وكذا ما عجبك يقول لك يعطيك 15 ولا 10، ما يهمهم. الحين في فيرنس، ما في انترفيو، انا اتكلم على الهيئه. لكن تيجي كيف تنقبل في سبونسرشيب؟ لازم تروح تشتغل عند البروجرام دايركتورز عشان تضرب اصفرهم بحجر. تضرب اول شيء قبول في الهيئه انهم بيعرفوا اوراقك، والقبول في السنتر اللي انت تبغاه. مثلا اذا انت ناوي تقدم على الحرس وناوي الحرس، تروح تشتغل مع البروجرام دايركتور في التخصص اللي تبغاه في الحرس او الدبيوتي حقه او رئيس القسم، لانه هذول هم اللي عندهم القبول. احنا اول شيء او يتعرف عليك الشيف ريزيدنت. بعضكم يظن انه ريزيدنت ما له اي فايده ولا ياثر عليك في القبول. الريزيدنت ياثر عليك في القبول. والله اذا جاني اكس من الشباب واشتغل معي خلاص انا ك يعني ايام ريزيدنسي، ومين بيتوقع مين بيحط الايفالويشن؟ هتوقع انك صادق بيحط الايفالويشن هو ما عارفك؟ بس ريزيدنت وسينيور ريجسترار، هذا الواقع اللي يصير. اتكلم عن الاورثو واكثر تخصصات زي كذا، البدياتك في الجامعه زي كذا، لانه زملائي اللي اعرفهم في كشيف ريزيدنت كانوا ايامه. فلا تتوقع انه الريزيدنت بسحب على الريزيدنت وطز فيه، لا. اذا خربت علاقتك مع الريزيدنت راح يكون فيه صعوبه قبولك في التخصص بشكل عام او تلاقي لك سبونسر، لانه مجتمع الطبي راح تشوفونه بعدين في حياتكم العمليه في له شويه يعني كيف انثويه من ناحيه نقل الاخبار. وهذا اللي يصير، يطلعوا الاستراحه تكسلت مع بعض في التخصص نفسه والله، او في مجلس مثلا في اجتماع المجلس العلمي، تعرفون فلان اي والله جانا وياشينا. وهذا اللي يصير، هذه كلها اللي تصير خلف ابواب وانت ما تدرون عنها. يعني امس الشباب قاعدين يقولون لي قصه عن واحد الظاهر جاء اول يوم، انتين جاء اول يوم ما جاهم الا بعدها بثلاث اسابيع. وينك يا ابو الشباب؟ والله كان عندي شو اسمه هذا اسم الاي واشياء هذه. طيب استاذن شيء؟ طبعا كان يكلم الشيف ريزيدنت، قال والله هذا الواقع. وقال اجل ما حنعطيك فالويشن. قال مو بكيفك، روح اكلم البروجرام دايركتور. راح اكلم البروجرام دايركتور. البروجرام دايركتور كلم مين؟ طبعا الشيف ريزيدنت. ما اعطوه ورقة تقييم evaluation form. يعني هذا إيش معناته؟ بيتأخر عن بقية الناس شهر وبتصير نقطة سوداء في سجله، وهو يبغى التخصص هذا أورثو. فإذا أنت بتروح حاول إنك تحسن سمعتك عند الناس. أهم ما على الطبيب، قلتها ليش دائما أقول أهم ما على الطبيب مو بالنولج حقته، السمعة حقته. إذا كانت سمعتك في الزبالة راح تكون حياتك كلها يعني تعب وشقاء. أحد الكونسلتنت أعرفه جاي من هارفارد، لكن تعامله جدا سيء مع المرضى. تعامله معنا كريزيدنت كنا ايام اول ومع الميديكال تيم كان جدا رائع، لكن مع المرضى جدا سيء ومرضى يكرهونه. وجايب ريزيدنسي من هارفارد وفيلوشيب من كالجري، يعني هذا يعني جاب من احسن اماكن. ومع ذلك اذا سمعتك سيئه صعب انك تغيرها. فحافظ على سمعتك من اول مره تخطو فيها المستشفى
كإنتين لأن راح تبقى معك. لازلت أذكر فيه شباب نقول والله هذا إنسان يعني كيف أقول لك يرمي الشغل، وهذا بتشوفونه بعضكم يعني هو كذا طبيعته يحب يرمي الشغل ما هيز كيرلس. فحتى الآن حين تخرجنا إحنا من الريزيدنسي سنة سنة تقريبا نقول هيز كيرلس، معنا تغير رجال بس لأن شبكت معانا من إنترنشيب، اشتغل معنا إنترنشيب وزميل لنا ونقول هيز كيرلس ويرمي الشغل وما زال هو تغير. فاستجمة إذا راحت ثبتت على شخص صعب إنك تغيرها، وهذا هو الواقع. فحاولوا أنكم تكونوا صورتكم تعطوا صورة انطباع كويس اللي قدامكم، خصوصاً لو رحت تخصصات تبوها، حتى لو رحت تخصص ما تبوها يسألوا. ترى المجتمع الطبي مجتمع مغلق جداً، أنت مثلاً اشتغلت مع ميديسن، إذا أنت والله بتقدم مثلاً بدياتك نفس المستشفى بدياتك بيشوف السي في حقك والله أنت اشتغلت في ميديسن، هنا بيروح يسأل حقين ميديسن، وهذا الواقع. فحاولوا أنكم تكونوا تظهروا أحسن صورة عندكم خلال الانترنشيب عشان ينطبع هذا أنكم تنقبلوا. نصيحة أخيرة قبل ما نكمل السلايدات، اعرفوا نظام كل مستشفى خاص للانترنت. بعض المستشفيات يقول لك انترن ما يمسك الملف، فلو طلب منك الريزيدنت اكتب شيء منها يقول لا والله ما أقدر لأنه نظام المستشفى. بعض المستشفيات يقول أنك الريزيدنت يكتب والانترن يكتب، بعض المستشفيات يقول الانترن شغلته بس يجي أوبزيرف. فلازم تعرف كل مستشفى ايش نظامها. بعض المستشفيات يعتبر الانترن كانه ريزيدنت ار1 يكرف كرف. فلازم تعرف نظام كل مستشفى عشان تحمي نفسك وتحمي التيم الثاني. البيبرز هذه كلها لازم تكون عندك از بيبر هارد اند سوفت كوبي في اس بي دروب بوكس بحيث ان متى ما بغوها تعطيهم اياها. نقطة في السبونسرشيب، هل والله أروح مكان فيه كونتراكت ولا أروح مكان فيه يعني مو كونتراكت يكون خدمة مدنية؟ إيش الفرق؟ الكونتراكت عادة الحين مع الساتوريشن الموجود عندنا في الرياض يقول لك بعد ما تخلص البروجرام سنة ونقول لك مع السلامة، إلا إذا أنت مثلا تخصص ما عندهم مجموعة من الناس فيقول لك تقعد معنا. لكن غالبا هذا الحين قاعد نيو ترند إنه يقول لك مع السلامة. فلازم تفكر في النقطة هذه وتحدد والله أنا أبغى خدمة مدنية ولا كونتراكت. أغلب المستشفيات الآن كونتراكت تشغيل ذاتي، فتشغيل ذاتي كونتراكت إلا وزارة الصحة محمد بن عبد العزيز وشميسي وسلمان كلها تبتعث. فلازم تفكر فيها. ليش هذا الشيء يهم؟ لأنه الأمانة الوظيفي ولا الفريدم. أمان وظيفي يعني تقول والله يعني مثلاً زينا إحنا وزملائي الشباب اللي كنا معيدين خلاص خلصنا عارف إني بروح جامعة الإمام وبدرس فيها وبترقى أستاذ مساعد. لكن الشباب زملائنا بعضهم حتى الآن يعني الحين صرنا سنة تقريباً متخرجين خايفين إنهم المستشفى شغالين فيه يقولون مع السلامة، وإذا قالوا مع السلامة بيواجهوا صعوبة إنهم يلاقوا مكان يشتغلوا فيه في الرياض، فلازم يروحوا البريفري. وهذا فكرة الهيئة الجديدة، هم ما يقولوها لكن هذا اللي قاعدين نشوفه احنا، انهم يقبلوا عدد كبير ويخلوا المستشفيات يدربوهم وبعدين المستشفيات يقول لهم مع السلامه وين يروحوا؟ بريفريز ما عندك. هذا الحين اللي موجود ما ياخذوا الا الناس اللي مره ممتازين المستشفيات اللي ابوهم، هذا اللي قاعد يصير الحين. فلازم تفكروا فيها. بعض الجامعات تقبل اعاده داخليه زي الامام زي المجمعه زي الخرج الشمال اذا احد اهل من الشمال كلها تقبل شو اسمه ايش ابتعاث داخلي. لكن ملك سعود الحرس لا ابتعاث خارجي، المدينة ملك فهد ابتعاث خارجي. في كم كتاب انصحكم انكم تقروه، الكتاب هذا من الهيئة نفسه، اذا بتدخل تويتر حقي بتلاقيه مسوي ريتويت قبل القسم حقنا بتلاقي فيه، او انك تدوره في موقع الهيئة Medical Specialty Selection Guide for Medical Graduates graduate. هذا يتكلم في بداية يتكلم على جاب تكلم على السي في وتكلم طبعا سي في 2005 هذا كتابه في 15 بيتكلم عن السي في هاو تو رايت سي في وتكلم عن انترفيو وبعدين يتكلم عن التخصصات بشكل عام كل تخصص ايش ايجابياته وسلبياته. في كتابين هذولي فيرست ايد ماتش و ذا ريزيدنسي انترفيو. ريزيدنسي انترفيو هذا راح يفيدك في الانترفيو
خصوصا في سبونسرشيب، لانه في كومن كويستشن يسالوها اول ما تجي في انترفيو، يقول لك انتروديوس يور سيلف. فما تقول والله اسمي يوسف خواجه، لازم تعطيهم معاه جزئيه كذا، سطرين، السطرين هذه مهمه. بعدين يقول لك مثلا ايش يور سترينث، وات از يور ويكنس. عاده ما يسال وات از يور سترينث، يسال وات از يور ويكنس. فلازم تجاوب الويكنس بطريقه انها توحي انها ات از يور ويكنس، لكن يور وركينج اون ات، انها بحيث انها تعدل. ما تجيبها كذا ستيتمنت والله ماي ويكنس اني انا انسى كثير. هذه كوشن مارك على دكتور كبير، فانه تقول والله مثلا انسى، لكن اني ام تراينج تو ام رايتنج ايفري ثينج ان كالندر ولا شيء زي كذا. يعني مثلا من الاسئله كمان اللي يحبوها انه لو صارت مشكله بينك وبين زميلك، ات از اولموست ذا سيم از يور انترفيو ديورينج الميديكال سكول، لكن ليس لايك انه يسالوك ميديكال كويستشنز. النيو ترند انه ما يسال ميديكال كويستشن، كلها عن شخصيتك، يشوف شخصيتك. ممكن يسالوك عن السي في حقك، اذا مقدم لهم سي في يسالوك، فلازم ما تحط شيء في السي في الا انت عارف عنه. لان لو سالوك عن شيء في السي في وانت ما تعرف عنه، يو سكرود اب، يعني انت نصاب. والكذاب ما حد يقدر يشتغل مع كذاب. فهذه الكتب اللي انصحكم تقروها، الفيرست ايد تقريبا زي شو اسمه حق الكتاب الهيئه، لكن انه يتكلم عن امريكا اكثر. لكن في البدايه يتكلم عن هاو تو بيرفورم انترفيو وهاو تو رايت جود سي في. يعني انصحكم بهذه الثلاث كتب انكم يعني تطلعوا عليها خلال الشهر، بحيث انكم تقدر تنظم اوراقكم. طولنا عليكم شوي، لكن ممكن ننتقل على السكند ديكتشر ولا السكند توك. الدكتور عبد الله جنيدل، هي ويل توك اباوت انترنشيب A real experience, internship difficulties, and how to prepare for SMLE. أترك له المايك. سؤال دكتور عن الماستر وبي اتش دي، إذا والله ما ود واحد ما وده يدخل معها في السعودية، صعبة. أقول لك إياها في السعودية صعبة، لأنه أغلب الماسترز اللي موجودة فول تايم، اللي موجودة في الحرس كم ماستر فول تايم، لكن في كندا وامريكا لا، ممكن انك تاخذها از بار تايم. في كثير من زملائي اللي طلعوا كندا اخذوها. اوكي، اذا تقول والله انك ودك تدخل مثلا بابليك هيلث ولا شو اسمه ميديكال ادكيشن، ما ودك خلاص واحد يقول والله ما ودي اقابل مرضى، ودي ادخل في الاشياء هذه، الاشياء النظريه. اول كان بعث خادم محمد الشريفين تبعث ناس، لكن الحين مع الشروط الجديده وظيفتك بعثتك لازم يكون عندك سبونسرشيب ممكن يطلعك فبرا. تكلم فالجامعات تطلع مثلا تقول والله انا ابغى معيد عندكم في تخصص الكوميونتي ميديسن، يطلعوك. مثلا ابغى في تخصص ميديكال انفورماتكس، اللي له دخل في الكمبيوترات وربط الملف الطبي الكمبيوتري والاشياء هذه، فيبتعثوا وزارة الصحة تبتعث، لكن بعث خادم محمد الشريفين ما صارت تبتعث الحين. فهذه الأماكن ممكن تبتعثك، بعد تبتعث ترجع عندهم تشتغل عندهم. إذا أنت انقبلت في تخصص معين ميديكال انفورماتكس، ما تقدر تقول والله بدخل تخصص ميدياتكس. ماستر إيش؟ مع إيش؟ انت طالع، انت مقبول في البوست حقك في المستشفى بيدياتريكس، ممكن تاخذ معاها، بس لازم تخبرهم يوافقوا لك. فهمت؟ يعني مو بانه والله من حالك لحالك. وصعبه ترى، يعني التخصصات القصيره هذه اللي زي بيدياتريكس وميديسين وهذه في امريكا ترى 3 سنوات، في كندا بيدياتريكس 3 سنوات. صعب انك تاخذ معها هذا، ممكن بعد ما تخلص مع الفيلوشيب تاخذ شيء معها، هذا اللي يصير دائما. لكن مثلا اورثو احنا 5 سنوات، ولا بلاستيك 5-6 سنوات، نيوروسيرجي 5-6 سنوات، فعندهم فراغ في النص انهم ديهم ياخذوا احدى التخصصات النظريه. اي سؤال ثاني؟ ولا ننتقل للدكتور؟ السلام عليكم.
حاولنا نجيب لكم أكثر من نقاط بحيث أن نغطي internship كلها من تبدأ لين تخلص، سواء من internship wise وش تسوي فيها، ومن الالكتفات اللي تأخذها ومتى تأخذها، وإذا أخذتها وش تسوي، وبتأخذ الالكتف كذا بس أساس أن الالكتف، وعن الاسم اللي وعن الانترفيو شيء بسيط معنا بدري، بس بما أن ما حد بيتكلم عنها حاولنا نحط نقاط بسيطة. طب محدثكم عبدالله جنيدل، أتوقع يمكن البعض أو الأغلب يعرفني، صاحبكم يعني ماني بسينير ولا شيء، صاحبكم. طيب this is our outlines for today. What is internship? Job description of the intern. How to select your future specialty. How to plan your elective rotations. Advices. اسم اللي interviews. Then at last the Q&As. So الأغلب يحسب إنه خلص، خلاص خلصت كلية، الأمور زينة، لكن لسه أنت توك تسمي بالله، ترى توك تحط رجلك، الجاي هو الزبدة، عنق الزجاج على ما يقولون اللي هي مرحلة internship. خلاص من بعدها your future will يعني will be determined. Speciality شغلك، حياتك، social life، money will take، كلها تحت من بعد internship. طيب what is internship؟ أي واحد خلص الكلية تخرج يسمى intern، دام أنه لسه ما خلص الامتياز، ما أخذ الـ MBBS degree يعتبر intern. ممتاز. طيب وش الـ internship في الـ NKSA generally؟ It is 1 year of supervised and paid training. أوكي، في certain rotations موجودة في كليتنا تختلف عن بعض الكليات في one rotation اللي هو الـ ER. عندك احنا عندنا internal medicine GS pediatrics وبيجاني وفاميلي وER. في الأذر سنترز they take 2 months of ER، أحسن لك منها شهر واحد يعني، بدل ما تأخذ calls بتحوس، خصوصا كانترنشيب ما تبي تقرمش راسك، تبي تجيب درجات، تبي تعبي السي في حقك. طيب وإذا خلصت انترنشيب تأخذ اللي هي السيرتيفيكت حقتك، ولازم طبعا كل روتيشن تصير خدت فيها اللي هي الإيفالويشن، حتى لو إنه 2 month rotation كل شهر بتأخذ إيفالويشن. طبعًا تستلمون 9200، ممكن أول شهر ما تأخذونها تأخذون الشهر الثاني، تجيكم 18400. طيب عندك الليفز اللي أنت تقدر تأخذها من تيشب، أنا أشوف إنها مهمة مرة وتفرق. عندك annual leave total of 20 days ما تقدر تأخذها يعني continuous، تأخذها 5 في كل روتيشن. ممتاز. عندك scientific leave 7 أيام، عندك العيد ليف عندك 5 تاخذ احد العيدين ما تقدر تاخذ الاثنين. ممتاز. عندك عاد اللي هي السيك ليف اللي اي واحد يقدر يجيبها. بالنسبه للليفز لا احد ياخذ ليف في الاكتف بيريد، انت ما اخذت الاكتف الا عشان تشتغل، فاذا انت اخذت الليف في الاكتف وش الفائده انك اخذت الاكتف اصلا؟ ليش حايز نفسك ومرتب انترنشيب عشان تفضي نفسك للكتب تاخذ فيه اجازه؟ ممتاز. دائم اذا انت كويس مع التيم مشتغل كويس تقدر تاخذ اجازات بدون ما تستخدم رصيد حقك. ممتاز. برضو اذا الوضع زي ما الوضع علينا تقدر تاخذ ليفز الين تموت ما حد داري عنك، بس عشان تكون بالصوره يعني عشان نكون حقانيين، اذا ما في دكاتره هذا الوضع. فيه زي الخطاب تقدمه يوقع عليه الكونسلتنت حقك، يوقعون عليه اللي في المستشفى، يوقع عليه اللي هو الديبارتمنت المسؤول عن الانترنشيب ديبارتمنت، يوقع عليه على اساس انك انت توديه الكليه بعدين يحسب لك كرصيد. بس اذا ما وديت الكليه شلون يحسب لك رصيد يعني؟ ما حد داري. طيب وش وظيفتك انت كانتير؟ وظيفه الانتير يقولون لك الناس انه والله زي ريزيدنت ومدري ايش، زي ما قال الدكتور قبل شوي يفرق من سنتر لسنتر، بس جنرالي سبيكينج في اشياء لو تسويها ما في امل تاخذ اقل من 90% في الايفالويشن حقهم، انت تصير خرافي عندهم. وش الاشياء هذه؟ زين اللي هي الدوكمنتس اللي انت لازم تشتغل عليها، عندك الادمشن نوتس الكلاركينج، عندك البروجرس نوتس، كونسلتيشنز، ديشارج سامري، عندك الديث سامري، هذا نادر ما يطلبونه منك بس ممكن، وهذه عاد هذه زي بارت اوف دوكيومنتيشن يو دو ات.
طيب البروجرس نوتس هذه اللي ورقة اللي بتقابلها دائم. أنت بتشوف البيشنت بتكتب البروجرس نوت، بعدين الريزنت بيشوف بيختم. بعضهم يعتمدون حتى على انتين إنه هو أوكي إنه هو سوى كل شيء، أنا بس أجي أختم يعني as a part of documentation، إنه ما الانتين ما له ختم، فالاعتماد عليك. ممكن تغطي 3-4 مرضى حسب السنتر. طبعًا في اللي هي السوب، تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ اللي ما يعرف يرفع يده عادي عشان ما طيب عندك subjective objective assessment plan. طبعًا أنت ممكن إذا رحت سيرجري بعدين روتيشن تلقى شخبطتين هذا البروجرس نوتس. بس أنت يعني أنا الحين بعض الحين إذا كتبت نوتس في روتيشن والله العظيم أنا الحين ما بودي أداوم أصلًا في روتيشن خلاص، بس أكتب نوت أكتب نوت. في ناس يقول لي ليش تكتب نوت كذا، حتى ريزيدنت مستغرب وش دور نوت حقك الطويل. شوف إذا أنت معود نفسك على شيء كويس بيستمر معك، معود نفسك شغل مش حالك بيصير شغلك مش حالك. ريزيدنت أنت بريزيدنت انتين مش حالك. طيب وش هذه سبجكتيف؟ هذه اللي هي البيشنت كومبلين زين يبوتت فيست. بعدها الأوبجكتيف اللي أنت what you see in the patient your examination your daily history you take واللابز إذا في لابز. بعدين الأسسمنت how is the patient is improving or not improving urine output for example if there is urine output day scan. بعدين you write your plan. طيب let's take an example. مثلا الحين هذا عندي patient، أول شيء يهم أكتب في أي نوع أي شيء document لازم أكتب التاريخ والوقت اللي أنا شفت فيه. بعدين هذه سبجكتيف اللي هو البيشنت كومبلين، يقولك بيشنت ستيل كومبلينج اوف كف يلو سبيوتم بات نو مور تشست بين او شورتنس اوف بريث. هذه اللي وشو البيشنت قاعد يقول لي اياها. انا وش الاوبجكتيف اللي انا اي سي ات از ا فيزيشن اور از ان انتير، اللي هو انا اسس الفايتلز عند الجنرال اكزام هي از نوت بيل فور اكزامبل نوت ان ديستريس. بعدين ماي اكزامينشن اوف تشست اذر سيستمز. بعدين اللابس حقتي. It's always nice to compare if there is previous result to put it together with the new results. بعدين this is my assessment is the best improving responding to medication or not improving. Then to write my plan. البلان نادر ما حد يكتبها يعني، وغالبا تكتب انت في البلان سي دكتور اوردرز، فتفتح الدكتور اوردر يجي الريزيدنت ولا السبيشاليست هو اللي يكتبها. فهمت؟ بعدين او في البدايه تكتب بيشنت سين وذ دكتور فلاني، تحط اسمك تحت، ما طبعا ما لك لا بليب ولا كودنت، فتكتب اسمك تحت وتوقع. هذا البيرفكت واي، يعني تقل شوي تزود شوي بكيفك يعني، بس هذا البيرفكت واي. طيب وش الشيء الثاني؟ الادمشن اوردر. الادمشن اوردر والكليركينج هذه تسويها في الان كولز اذا جاء بيشنت فور ادمشن. هذه ممكن يعني تشوفها في اي روتيشن، ممكن الجيس فيها كثير لانه فور او ار فور ار. أنت تكتب admission this way، وفي عندك paper for history and physical examination. يصير في فورم أصلاً في كل مستشفى، ممكن 4 صفحات 5 صفحات، تأخذ full history allergies إذا في allergies بس medical بس surgical نفس الهيستوري المعروف، وفي عد زي هو جاهز لك physical examination برضو full physical examination. بعدين في admission paper تكتب another paper، تكتب إن admitted مثلا هذا مثل الكيس، تكتب التاريخ والوقت، تكتب مثلا admitted to medical male ward under care of دكتور فلان internal medicine section diagnosis كذا allergy not known allergy. بعدين تكتب مثلا والله اذا عندي دايت معين وش الانفستيجيشن بطلبها. هذه برضو supervised مع الريزيدنت، بس برضو you have to know it لان هذه this is your job. عندك البروجرس نوت الادميشن والكليركينج، هذه يعني هذه اكثر شيء تشتغل عليه انترنشيب 80% روتين، بس هذا 80% من الشغل. ديسشارج سمري برضو اي مستشفى عنده فورم معين ديسشارج سمري، هذا الاشياء اللي يعني بتكتبها وما شيء خرابيط يعني سهل. كونسلتيشن هذا الشيء الرابع اللي يمكن يفيس اللي في از جاب اوف يور از ان انترن. قبل ما تسوي اي كونسلتيشن اعرف الكيس زين، لا مو باي واحد الريزيدنت يقول راح اكلم تروح بس ترفع السماعه وتدق، يمكن رد عليك سبيشالست. انت مين؟ عبد الله جنيدل. من انت؟ انتيرن.
يقولك طيب بيسكها ولا هو بجاي ولا هو عارف ليش because he doesn't take you seriously. بس إذا أنت كلمته بأسلوب خليته يخاف يحس إنك والله specialist يرد، وإذا شاف إنك فاهم الكيس وعطيته الأبديتس كامل history physical investigation why you are referring this patient ولا we are doing this consultation he will do it. هذا example طبعا عشان ما نضيع الوقت في أشياء أهم، هذه كلها موجودة والسلايد موجود على البرزنتيشن موجود. شلون يعني عطني إكزامبل. ممتاز أيوة. لا أنت شوف المستشفيات ما يأخذون الانتين ك إنه his word will be taken no. لا أنت مفروض أي patient تشوفه فيه زي resident معك. resident هذا هو اللي بيسوي stamp، ما عندك stamp. فresident هذا إذا هو ما سألك قالك والله did you roll out this قلت ما أدري this is his mistake. فهمت؟ شوف الفرق الانتين عن resident you don't have responsibility. You don't have any responsibility. كل البليم على الريزيدنت. فهمت؟ تسوي الأشياء هذه اللي تو قلناها عند دكتور هاوس في المستشفى. الانتين ده يحطون انتين في ذا مانث. مرة مبسوطين منك وتبي فالويشن 90 وفوق. زين؟ هذه أي شيء إكسترا يعطيك العافية. طيب الحين بالنسبة للي هو فيوتشر سبيشاليتي. في ناس إلى الحين جراي زون. يعني بين اثنين. بعضهم بين خمسة يعني صراحة بين خمسة على الأستير كثيرة. طيب هذه في 14,000 دوكيمنت أو صورة زي كذا، هذه خرابيط والله. do you feel socially awkward do you like the light if you don't like the light go radiology خرابيط يعني. طيب في أشياء three major things في ال or three major factors for choosing your specialty اللي هي the type of patient problems or diseases you face, opportunity to make difference in people's life and help others, والثيرد the content of the specialty. For example, let's take neurology for example. طيب أنا وش type of diseases strokes. إذا مثلاً اختار neurology types of diseases strokes cerebral diseases هذه types of diseases. The content of the specialty هل أنا والله أحب النيورو كل شيء معكس ولا ما أحب النيورو؟ هذا الكونتنت اللي بتأنت والفيس. هل أنا أقدر أسوي ديفرنس في حياة الناس ولا لا؟ لا كلها كرونيك ومتأكد بيشنت. أنا this is my view يعني بالنسبة للموضوع. في ناس لا أنا I like the content I like the diseases that I am facing like strokes وكذا opportunity to make difference والله في بيشنت بستروكس they improve they live or they live وكذا. فتعتمد على نظرك أنت. في other factors بس less important اللي هو amount of patient contact. في ناس يقول لك يا أخي مالي patients قروشة وما بيهم ما أحب أقابل مرضى. the type of patients هل أنا والله أحب البزارين بدياتريكس هل أنا والله I like to meet with females like obigyne هل I like adults ولا chronic diseases في الميديسن chronic diseases مثلا. الثالث في ناس يهمهم البرستيج في ناس يهمهم status social life ما نقول لا مهمة it's important also to put it in يعني consideration. وفي ناس برضو الفاكتورز اللي هنا ممكن نحطها في أول شيء اللايف ستايل اللينث اوف ذا ريزيدنسي في بعضها 7 سنوات زي الكارديوثوراسك سيرجري في أشياء 4 سنوات زي الميديسن فتفرق يعني 3 سنوات هذه ممكن واحد يصير كونسلتنت فيها والثاني لسه ما خلص توي خلص ريزيدنسي فهذه it's important also to put it as a factor. difficulty of obtaining residency في تخصصات يقبلون كم 6 في السنة بلاستيك في الرياض توتال في المملكة ما أدري كم يقبلون 20-25-30 بينما المدسن 100 وانت طالع فهذا يفرق برضو هذا فاكتور. في الفيوتشر إنكم أنا والله هل بعدين دخلت طلعت من التخصص هذا هل عندي بزنس وايز هل أنا بقدر أحصل بوزيشن كبرايفت ولا بس بشتغل في الحكومي و ما عندي بيشنت ولا عندي my
specialty is not providing me a good income. هذه important factors. طيب انا الحين حاولت اني والله to minimize اللي هو الاوبشنز حقتي، وانا اشوف يفرق كثير اذا انت حددت وش تبغى من الحين، يفرق كثير. يعني الناس اللي على ثلاث رغبات وهو طالع اقل شيء اكثر شيء يخليها اثنين، ثلاثه كثير، ثلاثه وطالع كثير بتضيعك في انترنشيب حتى. طيب الحين نبدا في الشغل اللي هو ممكن يهم الاغلبيه، شلون انا ارتب روتيشنز حقتي والالكتيفز؟ طيب عندي الانترنشيب تبدا في جولاي، ممتاز، تنتهي، والريزيدنس يبدا في اكتوبر، هي 1 year exactly. متى يبدا التقديمات على الريزيدنسي؟ يبدا في نصف فبراير على وقتنا احنا، 15 كل سنه 15 فبراير. زين طيب متى الاكسبتنس يطلع؟ اللي هو البرايمري اكسبتنس يطلع في مارش، وفي مارش برضو يصير طبعا يطلع تقريبا 1 مارش اللي هو الاكسبتنس اللي هو الفيرست ليست، وفي وقت المارش يكون الانترفيوز. ابريل تطلع فيه اللي هو انت تقدم رغباتك، والمستشفيات تحط اللي هو الابليكانتس نيم، بعدين يصير اللي هو الفاينل ليست. طبعا هذه الاشياء مهمه لك، خصوصا هذه متى تبدا، متى مهمه لك انك كيف ترتب روتيشن حقتك. مثلا اللي كتب تحطه هنا ما منه فايده، صح ولا لا؟ اللي كتب تحطه هنا اذا قابلوك بيعرفونك. انا اتوقع انك كنت مره الكويس اللي ما شاء الله عليك يحترونك بس تجي المقابله. يعني في ناس خريجين من كل بروجرام من جامعات في الرياض وبرا الرياض كويسين، فدايم نحاول نحط الاشياء قريب حول المقابلات، ممتاز. طيب هذا اكزامبل، هذا ماي روتيشن كذا كانت. بديت جولاي اللي هو اول شهرين في ميديسن، بعدين اخذت السيرجري، بعدين في نوفمبر ديسمبر اخذت اللي هو تول الكتبس حقتي، بعدين في جانوري كان فاميلي، بعدين في فبراير اي ار بيديا اخر روتيشن وقايني. طبعا انا اتكلم عن نفسي وش فادني مثلا ان حطيت الكتبس حقتي هنا نوفمبر ديسمبر. اول شيء مو بعيد عن المقابلات، يعني تقريبا شهرين. جانوري فضيته بحيث وشو، اذا انا والله العظيم يعني جبت العيد في اختبار لسه ما مداني ضبطت اموري، عندي جانوري كامل فاميلي، لا انكوز ولا شيء، انا مفرغ. يعني لو بجيب درجه يمديني اقدر اذاكر، وخلصت الروتيشنز حقت الالكتيفز، انا مخي فاضي ما عندي شيء اسويه الا اختبر. فهذا كويس انك تقدر تلحق عمرك. طيب هذا مثال ثاني. طبعا انا ترى الامثله اللي جايبها الناس جابوا درجات فوق 80 وبعضهم فوق 85، عشان في ناس قالوا نبي جايبين درجات 90 ما ادري ايش، فاخذت راي الاغلبيه من كل اللي جابوا فوق 80 كيف رتبوا. طيب هذا واحد برضو نفس الشيء، حط ميديسن سيجل في البدايه، بعدين حط الليكت في نوفمبر، الثاني حطه في فبراير which is also nice. فبراير ماشي المقابلات، فبراير قدرنا خلص الفتره هذه بيديا، قدرنا خلص اختبارات فبراير التقديمات، قدرنا ضبط اموره. وبرضه فبراير كويس للناس اللي لسه ما اختار التخصص، اللي عنده تو سبيشاليتيز لسه ما تاكد. ليش؟ افرض انك والله انت محط الفيرست اوبشن شيء كومبتيتيف مره، ما زبطت امورك، ما زبطت خلاص، فبراير اللي هو التقديمات انت عرفت درجتي كذا، اختبرت ثلاث فرص حقتك، فبراير تقدر تاخذ الكتب ثاني، تضبط امورك على الكتب ثاني، وبرضه قريب من المقابلات، واذا امورك زينه ذس الكتب والسبورت يو، ممتاز. طيب برضه في ميزه بالنسبه اللي يحطون السيرجري في البدايه، السيرجري تقدر تاخذ شهر، هو الميديسن تقدر تاخذ شهر جنرال وشهر سب سبيشاليتي. فمثلا واحد يبي مثلا يورولوجي، انت تقدر تاخذ هنا يورولوجي از سب سبيشاليتي، تقدر تاخذ هنا يورولوجي، تقدر تاخذ هنا يورولوجي، خذ ثلاث شهور بدل ما هو شهرين في الالكتف، صح؟ تقدر تاخذ مثلا الشهر اللي هنا تاخذه في سنتر برضو سيء عادي،
ليش؟ تجرب يدك، تطور معلوماتك عادي. السنتر هذا ما ابغاه انا عادي، جاء جاء ما جاء ما جاء، انا اهم همي في السنترز الثانيه. هذه برضو من الاشياء المهمه في الانترنشيب. طيب في ناس يقول لك انا والله ما احب السيرجري، ما احب ولا ابيها ولا اشياء بشاء ميديكال، فيصفط السيرجري في النهايه ما احطه في الكالكوليشن. يبدا قايني يقول انا ابي من بدايه الانترنشيب اشخل الاسم اللي شخل، افرغ نفسي قايني مدرسين امور زينه، بعدين احط الالكتيفز يمشي على الباقي قاعد. والناس تفرق يعني، مهما تسأل كم واحد، كل واحد عنده يعني his ideas يعني. بس هذه الناس الكويسة، هذه 3 examples. طيب الحين أنا واحد I will apply for my electives، أبي الالكتف هذه، ليش أنا أختارها؟ عشان والله أنقبل في تخصص أنا أبغاه. طيب إذا أنا الحين باخذ الالكتف هذا في مستشفى عشان بعدين أشتغل فيه، وش الأشياء اللي لازم أحطها في بالي؟ أول شيء أنا المستشفى هذا ما أشتغل فيه، معجبني، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه كويس كتيتشنج وكويس كترينينج. والشيء الثالث أنه يقبل ناس كثير. ممتاز. ممكن أنت تحط مستشفى يعجبك بس ترينينج وكسبوجر وايز زبالة، يعني ممكن عندهم 3 بيتس بينما مستشفى ثاني عندهم 15، ما تقارن. في مستشفيات يقبلهم الله على 1 ريزيدنت 2 ريزيدنت، في مستشفيات لا تأخذ لك 6 5، هذا ماي تشانسز هاير ان تو جيت اكسبتد ان ماي سبيشاليتي اي وانت. طيب الحين كيف انا والله اذا رحت اخذت الالكتف ورحت المستشفى هذا، كيف انا افرق على الثانيين؟ ممتاز. عندك 3 اشياء، عندك المورنينج راوند او المورنينج ميتنج، عندك الراوند والكلينيك والانكول. هذه خط احمر، هذه لازم تشتغل فيها من الالف للياء، لانك اذا ما سويتها انت كانك اصلا ما اشتغلت، يعني ذس از مانداتري اصلا، انت ما سويت شيء اكسترا. ممتاز. فالمورنينج ميتنج تجي بالوقت، الراوند تجي بالوقت، الكلينك تجي بالوقت، والانكول تجي بالوقت. يعني ما ينفع جاي انت ماخذ الالكتف جاي الراوند متاخر، بدوا قبلك، خلاص انسى الموضوع هذا، ذس از بيج ميستيك. يعني انا اول روتيشن اول الالكتف خدته كان في الجامعي، كان مع الدكتور قال عبد الله الفواز اوفثالمولوجيست، جاي قبل الاو ار، الاو ار كانت الساعه 8، انا قلت ممكن بعض المستشفيات يبدون الساعه 7:30، بعض يسوونها يبكرون، جاي 7:45 انا جاي لسه ما نظف الاو ار اصلا، بس this was the first day. If he gets the impression that you are late or you are يعني ها خلاص كل روتيشن مش حالك، يسلك لك بس. ف الحضور قبل الكونسلتنت، انا اتكلم ما اتكلم كانترنشيب ان جنرال، اتكلم كالكتيفز، اتكلم كالكتيفز، هذا اشياء تفرق مره، حضور ان كولز ميتنج. في شيء تضيف عليها اللي هو وشو؟ قدم الكيسز، بدال يعني مو بكل الناس بس تداوم وتمشي، لا قدم الكيسز خليهم يشوفونك. مثلا انا جاي المورنج ميتنج كل يوم يقدمون ريزيدنت، جيت انا يوم طلعت بعد الانكول انا قدمت الكيس، they will not judge your presentation انك والله انت ما تعرف تقدم، لا they will respect you انك والله I don't have a problem with presenting. برضو انت راك تتكلم مع كم consultant، ممكن منهم هذول يسوون معك مقابلة بعدين، هذا شيء مهم. في الراوند في ناس هذا الراوند يشوفون الريزيدنت تاكي وراء لحد يسألني. انا الحين طبعا اتكلم عن الليكتبز، باقي الانترنشيب ان شاء الله تكتك وراء تعطيهم قفاك سوي اللي تبغى. باقي الانترنشيب قلنا لكم في البدايه اللي تسويها انت دكتور هاوس، عندهم دوكيومنتيشن زي تسويها انت دكتور هاوس، واحضر خلاص امورك زينه. لكن اتكلم كالليكتف في الراوند، خليك دائما انفولد، خليك دائما عادي، يسالونك ما تعرف عادي عادي، النولج ترى ما تفرق مره عندهم عادي. طبعا نتكلم عن كولز برضو، في مثلا نقطه لا تجي تسال في مثلا في الراوند، في مثلا في الاو ار تسال اسئله مخيسه، فهمت؟ مثلا كاتراكت، انا بعطيك مثال من الافثالمولوجي، دكتور وش الكاتراكت؟ انا تجيني الحين ماخذ اللكت ومسوي زحمه وتسالني وش الكاتراكت، راح اقراها انت كنتين المفروض راح تقرا،
بعدين والله اسال والله البروسيجر هذه ليش فضلت على هذه، تبين لك تبين الواحد انه قال فهمت. اما الاشياء اللي يو كان ريد دونت اسك اباوت ات، اسك ما حد يقول لك دونت اسك، بالعكس ذي لايك انه عندك تسال. بس زياده الاسئله اللي دكتور عرفني ودكتور ترى انا مره ما تمشي، ترى ما انت في الكليه تتكلم مع كونسلتنت مر عليهم انتين زين ينفقع راسهم، مرين عليهم ريزيدنت وخصوص مستشفيات الجامعيه، مر عليهم ستودنت وانترنز وريزيدنت وفيلوز، فلا تسوي ذيب. They know. Even if they act stupid, they know. طيب جينا اللي هو سعودي ميديكال لايسنس اكزام. انا السلايد الوحيد اللي حطيته سعودي ميديكال لايسنس اكزام هذا السلايد الوحيد ترى. سعودي ميديكال لايسنس اكزام وش الفيرست ريفرنس؟ البنك. وش السكند ريفرنس؟ البنك. لو تقول لي 10 ريفرنس اقول لك البنك. كل اللي كلمتهم اللي جايبين فوق الثمانين بداية درجاتهم ممكن في الستينات 66 67 68 اللي مره كويس ما شاء الله في السبعينات، درجاتهم اللي رقت فوق الثمانين بعضهم على فرق 15 درجه بعضهم على فرق 13 درجه، تتكلم ميجر ديفرنس من الكيو بانك. طبعا احنا اول ما بدينا الانترنشيب اول ما بدا الاختبار هو يبدا في اكتوبر، جميل. اول ما بدينا الاختبار كان الناس تجيب خمسينات، اللي يرقى فوق ال 65 هذا يعني وضعه سيف، تجيب فوق ال 70 بسم الله عليك فلسه. شوي شوي الناس بدات تتحسن، الناس بدات تجيب فوق ال 70، صار اللي يجيب فوق ال 80 وين؟ ما حد يجيب فوق ال 80 اصلا. انت الانترنشيب اللي يجيب فوق 85 هذا خرافي خرافي خرافي، ينعدون على الاصابع اصلا. بس تجيب فوق 8 مره كويس، جميل. على وقتكم اكيد الوضع بيصير، يعني اذا ما رقيت فوق 8 على وقتكم انتم بنفس الاختبار انك لسه، خصوصا انت تبي شيء كومبتيتيف زين. طيب الحين احنا عندنا الكيو بانك، الكيو بانك كان 300 صفحه، صار 500 صار 600 صار 800 وصل ال1000، الحين وصل 1000 صفحه. كيف نذاكر؟ في ناس واجد ذاكره ترى الكيو بانك نفس حتى ممكن انهم ذاكره اكثر منك، بس درجته 72 71 وانت لقاك جايب مثلا 85، ليش؟ وش اللي يفرق؟ مشكله بعض الناس يذاكر الكيو بانك ككيو بانك يحفظ يجي يختبر، لا غلط. الكيو بانك فيه ميستيكس. الحين هو مقسم طبعا تشابترز، كل جنرال ميديسن تشابتر، جي اس، بيديا، كل تشابتر فيه فيرست سيجمنت زي ما تقول محلوله بالريفرنسز مرتبه، بعدين نهايه التشابتر يحطوا لك اشياء تلزيق يعبونها بس تبع الميديسن، بس مو مرتبه ولا متاكدين منها. كل تشابتر كذا، بعدين نهايه الشيء نهايه الكيو بانك 400 صفحه كلها مو محلوله، ان كلاسيفايد عفوا، مو محلوله، محلوله بس مو مرتبينها تبع اي تشابتر، واخر شيء في اشياء مو محلوله. انت اذا جيت تذاكر كيف تذاكر؟ افتح لك 17 صفحه فوق وابدا ذاكر. اي سؤال ما تبلعه ما انت مقتنع في الجواب ولا التوبك لك، ها اكتب بحث تاكد من الجواب، ميك شور ان الجواب صح. انا عن نفسي ممكن يمر علي في ال20 صفحه 5 اسئله 10 اسئله ما نبلعها، بعضها اصلا يصير فيه كومبرجن، يعني يصير سؤال هنا نفسه جاب طريقه ثانيه وجواب ثاني. فحتى لو انا فاهم التوبك اقول لا والله لازم ارجع، لو جاني بطريقه ثالثه يمكن ما اعرف اجاوب. بعدين دونت دق يعني فور مور انفورميشن، تروح والله تبحث تتكلم عن الهيباتايتس مثلا ولا سيرفس انتيجين ولا سيرفس انتيبادي، هل هذا امينايزد ولا هذا كرونيك وما اذكر، اروح اقرا عن الهيباتايتس وش الميديكيشن والسايد افكت. لا مو بكذا، كذا بتضيع وقتك واخرتها السؤال ده ما يجيك. انت اعرف السؤال جاك راح اقرا وش المطلوب منه، لقيت الجواب خلاص تاكدت ارجع كمل قرايه، لا تضيع وقتك في القرايه على التوبك كامل لانك ما انت مستفيد. الاختبار ستوبد، فاكت ستوبد معه زين. اختبرت جاك الاختبار اختبرت، لا تتفلسف في الاختبار. تذكرون حقة الدكتور صالح الحربي كمان از كمان، هذه سووها في الاختبار. جاك سؤال، انا جاني سؤال فور اكزامبل كان ديرما كويشن، قال لي ان عندك بيشنت عنده هايبوبيجمنتيشن بايلاترال وانها 1 سنتيمتر
وانها for one year was not increasing in size مدري ايش الزبدة ما هي typical يعني فيتلايجو والفيتلايجو ما تجيك يعني في الفور آرم وقطع هنا وقطع هنا وخلصنا بس جايب لي بوست انفلاماتري مدري وشو جايب لي differentials اول مرة اسمع فيها اخترت فيتلايجو ليش هذا اللي عرفه هذا الكومن وهو اللي يجي هابي بيجمنتيشن يجي يعني بايلاترال وسيمتريكال حطيته جبت 100% في الديرما طبعا هذا كان 1 4 questions لا تتفلسف انا بتفلسف حطيت في differentials اول ما اسمع فيها قلت والله هذه شكلها هي خليك كومن في ناس مره كويسين وفاهمين الكيو بانك وبرضه راجع الاسئله بس يوم جاء اختبار تفلسف قال لا هذه لا هذه كذا هذه كذا هذه كذا بعد اختبار الاول كان جايب مثلا 70 اختبر الثاني جابه 69 ليش يحس انه فاهم بعد الكيو بانك صار يتفلسف قال له درجته فخلك واضح وخلك سيده جاك السؤال كذا جاوبه كذا جميل طيب الاسم اللي والاسئله الاسم اللي وانترنشيب خليها اخر شيء طيب الانترفيوز وش الاشياء المهمه في الانترفيوز طبعا احنا ما راح نتكلم عنها الحين لانها بعيده يعني مره بعيده وش الاشياء المهمه في الانترفيوز دائم خليك موجود قبل وقت حق الانترفيو جيت متاخر هذه ماينس 10 عليك اصلا اذا جيت متاخر في الانترفيو جنرال لوك ثوب شماغ از ذا سيفست اوكي ممكن تلبس سوت وكذا ما اقول لك لا بس ثوب شماغ ما حد يقدر يقول لك ليش ما حد يقدر يقول لك اما سوت ممكن يقول لك ما شاء الله لابس وردي ما ادري ايش يطقطق عليك من النهايه يستفزك ثوب شماغ ما حد يقدر يقول لك شيء ابدا برضو الحلاقه تفرق و ما يعني اذا انت لابس سوت الدقن كيف مرتب ثقل الشنب مخفف ذي مسوي كول هذه ترى تفرق عندهم يعني طبعا اذا تقدر تسلم سلم بعض احيان انا مثلا بعض المقابلات اقدر اسلم بعض المقابلات حاطين بيني وبينهم طاوله 7 متر يعني لو باجي بسلم اسوي كذا بيطلع شكلي غلط هم يتعمدون الاشياء هذه فهمت طيب دائما اذا بدوا معك مقابله وقالوا لك يلا تكلم دائما اشكرهم قل لهم ثانك يو فور جيفينغ مي ذس اوبورتونيتي ات از ماي بليجر تو انتروديوس ماي سيلف حسسهم انك يعني مقدر فهمت حتى لو كذب طبعا ديورينج ذا انترفيو كل المقابلات اللي قابلت فيها الكرسي حقهم ايش متحرك يعني انت مبسوط من انترفيو مره تبدا تلفلف وتبدا ترجع اذا الكرسي ينزل تنزل غلط ما شكلك غلط اصلا مسخره خليك محترم وجالس ولا توزع ابتسامات اني انا اللي ترى انا تسرست يعني فهمت لا في ابتسامات تحطها اذا هم ذبوا اهلا أهل اضحك كذا صغيره واسحب نفسك الباقي لا خليك محترم فهمت والاحترام الزايد الرسميه الزايده ترى تكرههم فيك على فكره اللي كذا مصلب تقول اجيب هذا منفس علينا كل ريزيدنسي لا فكونا منه ف حب يعني خل الوضع بسيط برضو إذا خلصت أشكرهم مرة ثانية والطالع وإذا تقدر تسلم في النهاية سلم إذا مثلا لأن في واحد ممكن هو اللي يدخلك واحد هو اللي يطلعك ها شوف على حسب بعض غالبا 10 دقائق يعني هذا بس ممكن يأخذ معك 3 دقائق ممكن يأخذ معك 7 دقائق ممكن يأخذ معك 10 دقائق بعض مثلا أنا كانت 2 interviews في 1 center يعني في سنترين رحت لها اللي هي خالد تخصصي كانت لجنتين كل واحد 10 دقائق في الجامعة لجنتين كل واحد 10 دقائق طبعا في يعني في ناس يقول لك مثلا هنا يعني easy smooth interviews doesn't mean they like you and they want you and the vice versa يعني أنا الحمد لله قبلت في الجامعة رغبة الأولى أنا كنت أول واحد عندهم في المقابلة حاشريني في زاوية كنت فيهم ذولا يعني زعلانين مرة فهمت بلوني الحمد لله مو بشرط اذا والله انا مبسوط وان الاسئله زي اللوز ممكن هم يحفرون لك اصلا قاعدين يحفرون لك يشوفون وش بتقول وش بتهبهب ف it doesn't reflect طبعا الكومنست كويشنز في يعني مليونز اوف كويشنز بس هذا الكومنست انت تدريس يورسلف ما في شيء اسمه والله انا محمد الجرعي خريج مثلا محمد الجرعي خريج كليه الطب جامعه الامام معدل كذا خلاص هذا انتروديوس لا ترى تاخذ almost 1 minute ترى انتروديوس يورسلف تتكلم عن اسمك
ولادتك من وين مثلا؟ انا ليفز ولا ليفز ان رياض، لان هذه تفرق في المقابله. ليفز ان رياض سنجل ولا مارد؟ طبعا الجرادويشن يير متى؟ كم المعدل حقك؟ اختبار اسم اللي كم درجتك؟ هذه كلها مهمه. واذا مثلا عندك اونر ديجري تقول عندي اونر ديجري، يعني مو بانه شيء تقول والله اني شفت نفس، لا. طبعا why did you choose to apply this to this program، or ليش اخترت السبيشاليتي هذا؟ فيه زي ما تقول بعضها زي ما تتكرر دائم، والله انا احب التخصص، انا يعني اورثو از ماي باشن. هذا ترى مو بفيلم، هو عطهم اشياء بوليت بوينت، يعني وش الشيء اللي ممكن يخليهم يفرقون، يقول ليش هذا قال كذا. ولا تقول اشياء يعني كذا بس عن قولات، لانه بيحشرك. طيب برضو ممكن يقول لك ليش تختارك، احنا عندنا ناس واجد مقدمين، ليش تختارك انت؟ فهذه الاشياء ترجع لك انت، تقول والله انا اي ام بنكتشوال بيرسون، اي ام جود ليسنر، اي ام هارد وركر، I will put my print in this program. I want to improve myself. This is a good center. يفرق طبعاً، فيه كليشة واجد ما راح، هذه مو بوقتها الحين، بس هذه the common questions. طبعاً نفس هذه قالها الدكتور توي يوسف اللي هو major strengths and weakness. هذه طقطقة أصلاً، سؤال طقطقة بالمليون بالمئة، بس أنت يعني you have to answer it. طبعاً ما ينفع مثال اللي أنا أنسى، ما ينفع تقول مثلاً، ممكن تقول I pay too much details. Sometimes it delay the process I'm doing. Okay, and to pay too much details. هذا شيء كويس، فهمت؟ إنك والله إنك ما تفوت شيء. بس إنها delays the process، هذا ممكن تقول والله عشان كذا هي disadvantage. وهذا برضو where do you see yourself in 10 years؟ هذا برضو سؤال كمان. في الانترفيوز فيه part of it، يعني common questions اللي زي اللي تو قلناها، في ethical questions. يسألونك السيناريوز فيها إثيكال، وفيه الأشياء اللي في السي في حقك يسألونك عليها. فالسي في ما تحط شيء إلا أنت تعرف وشو، مو بتقول أنا والله بجمل السي في بحليه أضيف الأشياء هذه وأنا ما أعرفها ولا ما حضرتها ولا ما أخذ شهادتها كذا. أنا في مقابلات يسألوني كل شيء في السي في، مؤتمرات، ريسيرش، وش كان، what is your role in research, who is the main, who is the principal investigator, ليش السامبل حقكم كذا. يعني فما تحط شيء في الريسيرش في السي في كذا. في يقولون ناس يقولون study your CV، وانا اقول study your CV، لاني حطيت شيء في السي في you didn't answer، انت كذاب. قاعدين نقدم ابو الطير. طيب في النهاية ما حد راح يخدمكم إلا أنتم ترى. يعني أنا أقول في ناس يقول أنا يا أخي أعرف واحد معي في الدفعة يبي ENT وأنا أبي ENT، يعمل نفسه ميت ويروح ويشتغل على أشياء، خلي خويه ولا خلي ذا اللي معه في الدفعة يبلش بعمر عادي. تراك أنت بروح، أنت اللي سحبت على خويك ذا بيروح تروح نافس مع واحد ثاني من جامعة ثانية. ما حد راح يخدمكم دفعتكم إلا أنتم. مثلا الحين الكيو بانك هذا 1000 سؤال، طبعا 1000 سؤال هذه ما تلقحت، قسموها على بعض. انا اقول لكم اياها ترى، على فكره كل الجامعات يحسبون ان احنا عندنا بنك غير البنك اللي موجود عند الناس. دايم كل من كلمنا احد من جامعه ثانيه يقول يا اخي انتم عندكم بنك بس ما تقولون لاحد. اقول لي عندنا بنك بس ما احنا بالمين، فهمت؟ فالحين لو كل واحد فيكم، انتم دفعتكم كبيه وشوي، لو كل واحد ياخذ 10 صفحات خلصتوها as easy as this، بتفرق كثير، بتفرق. كل واحد يحط الريفرنس وان الكويشن يعني دبل تشيكت وهذا الريفرنس حقه، بحيث انه مو مقتنع يرجع للريفرنس، بتفرق. يعني بدل ما كل مثلا في ناس الحين ممكن لو ما سويتوا الشيء هذا ممكن في شله كذا 5 10 يجتمعوا مع بعض يقول يلا يا عيال خلينا نشتغل، كم بيخلصون 200 300 و700 الباقي، وبيضيع وقته وبيكرف نفسه، فهمت؟ انتم دفعه كامله، ساعدوا بعض. فالانترنشيب اشتغلت كويس مع التيمات، يو شود جود اتيتيود، ذي ويل جيف يو يعني ليفز اف يو وانت، ذي ويل نوت تشارج يو فور ات، يعني فهمت؟
عاد الحين وقتكم للأسئلة، تفضلوا. أنا بديت هي تبدأ في جولاي الانترنشيب، أنا بديت في نص أغسطس. طبعاً في ناس يقول لك يا أخي أنا ما أقتنع إني أذاكر كيو بانك بس كذا وأروح أختبر على كيو بانك، ما يا أخي ما أرتاح. أنا صراحة ما كنت مرتاح، يعني أنا أصلاً على وقت ما كان في شيء، حتى لو كان في أم القرى ما راح أخذ اختبار بس بأم القرى. في مثلاً أنا بديت في ماستر ذا بورد، كتاب ماستر ذا بورد هو حق يوسف اللي قالت تاخذ معي شهر شهر وفيها، وقد ذاكرتهم القرى مرتين. ليش؟ ما عندي ريفرنس اصلا، ما عندنا كيو بانك، فمالي الا ام القرى. ما استفدت ذاك الاستفاده يعني من ام القرى ولا من ماستر ذا بورد. بس تقول لي استفيد كبيس نولج، استفيد كبيس نولج ان التحليل للاسئله استفيد، لكن كاني والله اجاوب من الكتاب لا. فعلى حسب، اذا بتذاكر بس الاسئله ما راح تاخذ معك 2 weeks. 2 ويكس اذا انت جالس عليها جلسه محترمه 2 ويكس اي 1000 صفحه. انا نزلت 1000 صفحه وانا توني ببدا، كنت حطيتها اختبار كذا 13 فبراير كذا صملت اخر شيء اني اختبر ثالث، قلت خلني اختبر. نزلت، انا كنت قبلها مختبر على 500 صفحه و 400 صفحه، نزلت خلصتها في 8 ايام 1000 صفحه. انا كنت ضاغط نفسي، كنت خلص 100 صفحة في اليوم بس يمكن يعني. وإذا خلصت المرة الأولى if you finished from the first time all the next times it will be very easy very easy وسموث وتقدر تخلصه بسرعة. بس هي المرة الأولى double check everything documented عشان بعدين إذا رجعت ما تقول يو السؤال هذا قد مر عليه بس ما هذا كنت متأكد، ولا أنت ولا didn't write anything for you will waste your time again. ليش؟ because you will face almost 1000 page فما راح تذكر كل شيء. وأنا أقول لكم لازم تساعدون. If you double check everything, everything will be easy for you. And you revised only 10 pages. وأنت واثق من ال والله ال 1000 page at least better than الموجودة الحين. وتل بروف ذا يعني the whole batch. أول شيء ألف مبروك يا أبو عابد قبولك. الله يبارك فيك. الشغلة الثانية الله يعطيك العافية على وقتك. الله. سؤال وش رأيك في كلام دكتور يوسف قبل شوي إنه if you are in thinking of going outside ولا لا you focus on outside leave the local program أو if you're thinking for local program focus the local program and don't think about it. لا أنا صراحة أشوف إنك you can work on both بس لازم تعرف متى هذا يبدأ التقديمات حقته وش تحتاج. ونفس الشيء هنا مثلاً في ناس يخطط إنه يطلع برا فما يختبر مثلاً اسم اللي بعضهم يسحب عليه يقول مو بلازم زينات مندثري مدري إيش. في ناس لا يقول لك والله أنا إذا بطلع برا يهمني سبونسر وسبونسر يجيني من هنا مثلاً من اللي هو جامعات مستشفيات فلازم أجيب اسم اللي لأن المستشفيات تطلب اسم اللي فأنا راح يروح يختبر اسم اللي وشو درجة باس لأن يطلب مطلوب اسم اللي فيجيب درجة باس. بينما لو انه هو يفكر مثلا والله ايذر لوكال اور اوتسايد لا يجيب درجه كويسه فهمت فيفرق. لكن لا لازم تعرف ايش متطلبات هذا وايش متطلبات هذا. ولازم مثلا اذا انت بتطلع برا مثلا لازم تاخذ اللكتب مثلا برا ما اخذت اللكتب تحضر بكونفرنسز برا تشتغل مع ريسيرشز تشتغل في ريسيرشز مع ناس عندهم كونكشنز للناس برا because they will support you والكونكشنز هي يعني اهم شيء بالنسبه للخروج برا. فإذا أنت والله تقول بطلع برا بس بتقدم برا وأنت بس كل شيء شغال عليه هنا ما طلعت مؤتمرات برا you didn't work with any people who has connections outside يعني أنت كانت ما اشتغلت برا. فأنت لازم تعرف how to equal between both. يعطيك العافية دكتور عبد الله، كان الوقت وممكن بعد ذا استفسار ثاني.